شو قصة الطبل والزمر اليوم؟ تخمين في عرس يعني يا أم سعود؟ ليش مالك خبر؟ لا والله مالي خبر. عرس مين اليوم؟ عرس هيفا بنت أبو جابر. هيفا بنت أبو جابر الخرنوبة؟ هي بذاتها. ليكي المنظوم ليكي، يعني معقول يعمل عرس بنته وما يعزمني؟ العمى بقلبه العمى، معقول يعني؟ لا تظلمه يا أبو أسعد، بيكون نسيان. قال نسيان قال، قسما برب العباد فيما أراد ما رح أعزمه على عرس بنتي جميلي ولو انفلق للصيف. عرس بنته؟ إيه مو ليجي العريس بالأول؟ الله كريم يا أم أسعد، لا تقطع يا أملك من رحمة رب العالمين. شوف يا أبو أسعد، طالما أنت قاعد هالقعدة وحاطت رجل على رجل وعم تكركع بهالمتة، فلا تحلم إنه جميلة تتجوز ابنه. وحدي ربك يا لطيفي، وحدي ربك، لا يشمت شائمة كل هالقال. مالي متشائمة، بس هي هي الحقيقة. وعلى أي أساس بنيتي هالرأي الخنفوشيري؟ على أساس إنه العرسان صاروا بهالأيام عملة نادرة، وطالما بنتك جميلة قاعدة بالبيت لا شغلة ولا عملة ولا وظيفة، فلا تحلم إنه حدا يدق بابنا. حط براسك هالشي يا أبو أسعد، ولا أفتق وعيد وفوق اللي قلته زيد. رح أشوف هالبنت، أكيد سمعت الطبل والزمر ورح أطق من القهر. تقولوا عند بنت مارلون مينرو؟ بعدين معك لك أمي وبعدين معك أمي. هلأ هيفا أحلى مني شي. تفي من تمك يا مو، تفي من تمك. ومن لها الحلاوة؟ من أبوها الضبع ولا من أمها الغولة؟ طب أحسن مني شي. أعوذ بالله، فشرت هي وعيلتها. لك لكن حظي ليش هي أسود؟ ليش حظي أسود؟ يعني معقولة وضروري الموظفة تنضرب على قلبها تروح تتجوز، واللي ما موظفة تضل قاعدة عم تسند حيطان البيت؟ لك يا أمي، نحن بدنا نعذر شباب هالأيام، يعني إذا ما تجوزوا موظفة وساعدتهم براتبها عم يتشنططوا وما عم يقدروا يقوموا. أنا شو دخلني بهذا الحكي؟ ما عم يقدروا؟ يعني هلا أنا طالع بإيدي وظف حالي وما رحت وظفت حالي؟ أمي كل الحق على أبي. إيه إيه، أبي هو مطنشني وما نسائل فيني. لا يا مو، لا تظلمي أبوكي. أبوكي همه يسعدك قبل كل الناس. لا أزدي، لا، هذا الحكي ما له مزبوط. لو كان هيك همه كان راح دبرني بأي وظيفة. ليكو أبوه لهيفة باع ما فوقه وما تحته لحتى وظف بنته. ليكا توظفت ونخطبت ورح تتجوز، وأنا قاعدة هون بالبيت مثل قفة الهم عم بتصفن بالحيطان. ميري يا لطيفي، لطيفة اي امي، الله يرضى عليك، لا تفكري ولا تحسري الا ما يلتقى له حل. لطيفي وك يا لطيفي بنت عباس مرعيش مارو. لك شوفي شوفي شبك، ليش عم تصرخي؟ خدي هالابريق عباه معي وسخنه ورشعه. أصلاً أنت هذا اللي شاطر فيه، شرب المتة والصريخ. شو بدك مني سوي يعني؟ قوم اتحرك، قوم دبر بنتك. شلون بدي دبرها يعني؟ دبر بنتي شلون؟ يعني حوش لها عرسان من على الشجار؟ أنا ما عم بحكي عن الجواز، بالاسم بنتنا متعلمة ومثقفة يا فرحتي. طيب خليني إجي معك، بدها تتوظف، شو بنساوي يعني؟ بس شو الطريقة؟ يعني على علمك صرت رايح لعند مدير التربية أكثر من 3 مرات وما طلع معه شيء، بقى شو أعمل يعني؟ شو أعمل، روح لعند الوزير؟ إيه وليش لا؟ شي؟ قال ليش لا؟ قال ولك يا مخلوقة ربي، شو بيوصلني لعند الوزير أنا؟ شو بيوصلني لعنده؟ يعني الوزير ملوش فاضي إلا لأبو أسعد؟ اسمعوا على الحكي الفاضي، الوزير عنده ضغوطات داخلية وخارجية كبيرة كثير، وراسه قد الطبل من الهموم والمشاكل، بقى بدك ياني زيد فوق هموم وهم؟ العمى بقلبك يا لطيفة بنت عباس مرعي، شو ما عندك شفقة أنت على الوزراء؟ ما عندك شفقة؟ لا سيدي عندي شفقة، بس أنت عم تخلط عباس بدباس. شلون يعني؟
يعني لا تزعل مني أبو أسعد، أنت صاير كتير بخيل والشغلة بدها نظر سلامة عرفك. يعني بهالأيام إذا ما دفعت ما بتمشي أمورك، فهمان علي أبو أسعد؟ فتلحلح شوي وتصرف، لأنه مستقبل البنت أهم من كل شيء. والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا أم أسعد. اسمع يا أبو أسعد، رح أعطيك إسوارتي حتى تبيعها، لأنه الذهب مرتفع بهاليومين. بقى بيعها ودبر لهالبنت وظيفة، خليها تحس بقيمتها وما تشعر بالنقص. لأنه يا أبو أسعد إذا ضلت جميلة قاعدة بالبيت وعنست لا سمح الله، أنا وياها ما رح نسامحك طول عمرنا. وأوعك ها، أوعك تقول لحدا أنك وظفت بنتك بالمصاري عشان ما حدا يحط علينا وحدها. سمعان شو فهمتك يا أبو أسعد؟ هاي قصتي يا أبو ضياء مع هالبنت، وشلون بدي اتصرف؟ أبعرفش. والله مستقبل بنتك يا أبو أسعد أهم من أي شيء، يعني أهم من الأرض والدار والسماد، هذول بيتدبروا. يعني ملكيك بتلاقي لها شي منفذ تفوت منه وتحل هالقصة. معقول هالشي اللي عم يصير يا أبو ضياء؟ معقول؟ معقول تصير الرشاوي ببلدنا عن مكشاوف؟ شو البلية هذي؟ اي والله بلية، بلية وأكبر بلية صارت بالعظم وبالدم. اي والله بالعظم وبالدم. طيب لوين بتنصحني روح؟ يعني باب مين بدي دق؟ والله مالك غير باب المتنفذ. المتنفذ؟ عم بيقولوا هذا المتنفذ يعني غير شكل، فاتح بابه لكل الناس. فاتح بابه ولا فاتح جيبته؟ يعني بدك تقول فاتح تمه مثل مغارس علي بابا. شو بدك تساوي بالمدينة يا أبو أسعد؟ بصراحة يا أبو رياض بدي انزل قابل جناب المتنفذ. اف 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 متنفذ؟ الا خير في شيء؟ يلا على الطريق بحكي لك. تفضل تفضل تعال. يلا سلام عليكم. افي شيء قلقني بهالحياة يا ابو رياض الا قصة هالبنت وتوظيفه. قسما بالله ما عم نمشي الليل يا رجل. هلا انت بدك تقابل عطوفة المتنفذ مشان يدبر لك اياها بشي وظيفة؟ ما شاء الله عليك يا ابو رياض، تلقطع الطايب. ولو انا بعجبك يا ابو اسعد. اي ابو نغم غيرنا هالشريط يا خيي، شو هالشريط المايعها؟ غيرنا هالشريط، حط لنا من هالعتيق يلي بحبه قلبك. مو على عيني خيي ابو اسعد، شو بتحب تسمع؟ حط لنا الهوارة لعاصي حلنا أو جاي تسنبل وراي لهذا علي الديك. هذول جداد خي أبو أسعد معتاد. أصبح حط لنا بعث لي جواب لهذا الحلبي. إيه مو على عيني خي أبو أسعد، عيونك. وقديش حاسب حساب تدفع بصندوق المتنفذ يا أبو أسعد؟ كيف يعني صندوق المتنفذ؟ يعني إذا ما حطيت بصندوق المتنفذ ظرف ملان مصاري ما بيخلوك تقابله يا أبو أسعد. الدفع على قدر الاستجابة. العمى لهون وصلت معه؟ أبتكفيش 10% يلي فرضها ضرائب على الناس يعني؟ هل أنت ما سمعان بغنية رشرش حبك يا جميل داويلي هالقلب العليل؟ سمعينا. فلازم ترشرش يا أبو أسعد. يا سيدي إذا كان هايك رح أرشرش ورح أزرزب ورح أهرهير ورح أشرشب. لازم يا أبو أسعد لازم. ثقافة العصر مش هايك بيقولوا بالتلفزيون؟ مجبورين يا أبو أسعد، هن جبرونا على هالشي. وإذا عندت وما دفعت شغلتك ما بتمشي حتى لو وراها رئيس أمريكا. لعم على هالقصة يا أبو رياض، يعني إذا بدنا نشرب بدنا ندفع، وإذا بدنا ناكل بدنا نطعمي، وإذا بدنا ندفع بدنا نطلق، بدنا نتجوز، بدنا نتوظف، بدنا نصف سيارة، بدنا نحجز بالطيارة،
بدنا نمشي معاملة، بدنا نشتري، بدنا نبيع، بدنا ننضرب على قلبنا، لازم ندفع، لازم لازم دفع دفع، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع. طبعاً. ومين قال لك الحكي يا أبو أسعد؟ أستاذ المدرسة قال ما وظفوه عنا بالضيعة إلا بعد ما دفع. والله يعني والله خايف مرتي تقلي وين فايت لي عندي على الغرفة بدون ما تدفع. قلي يا أبو أسعد وقديش بدك تعطي للمتنفس؟ والله ما معي غير 8000، أعطتني إياهم مرتي يا أبو رياض. لا 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 لا، هذا المبلغ ما بيكفي. خذ خذ هاي 2000 ليرة بيصير معك 10000 ليرة، وإن شاء الله تلاقي وظيفة لبنتك مهون. شكراً يا أبو رياض. على راسي يا أبو نغم. غير الشراط، غير الشراط. السلام عليكم. عليك سلام. تعال تعال تعال. لا وين طاحش؟ مو شايف الدور؟ ليش صار في دور؟ ايه في دور، ما انا شايفهم كيف صافرين. يلا رجع ارجع. طالما الشغلة صار فيها دور معناته في تحسن بالبلد، ويلي بيقول غير هيك بيكون مغرض. يعني لو أبي كان مشتري خيابي كنا هلا اتصلنا فيه وعرفنا شو صار معه. لك يا بنتي لا تاكلي هم، هلا بيكون قاعد مع المتنفس وعم يحكوا ويمزحوا وعم يشرب قهوة كمان. معقولة؟ مسؤولين هالأيام تغيروا يا جميلة، ما عادوا مثل الخشبة واقفين وجامدين بفرد جمدة. لا صاروا هلأ بيطلعوا على التلفزيون هنن عم يضحكوا ويمزحوا ومرتاحين على الآخر، بالمناسبات بيرقصوا وبالحفلات بيلعبوا بالسيف، وبعيد الأم ببوسوا الأطفال، وبعيد الشجرة بيزرعوا الشتلات، وبعيد الفصح بيضووا الشمعات، وبعيد الرياضة بيلعبوا بالطابة، وبعيد الجامعة العربية بيحنوا إيديهم وبيكتبوا وظايفهم بيوم المعلم. أمي قلتك يعني في أمل أتوظف؟ أكيد في أمل لك بنتي أكيد. ما بدك اثنين يحكوا فيها يو. تفضلوا أستاذ، هي راتبكم. شكرا يا أستاذ عاطف. بس توقعنا بعد إذنك. يلا. ما بدكم تعدوا سيدي؟ شو نعد ما نعد؟ أنت محاسبنا القانوني بدنا نعد وراك؟ معقول؟ الله يخلينا ياكم. اللي خلص جدول المناقصات؟ سيدنا وصلت العروض حنحولكم إياها على الدراسة. يعطيك العافية يا عطوفة المتنفذ. أنا مو المتنفذ، أنا أمير مندلفت، مدير مكتب المتنفذ وسكرتيره. طلباتك حبيبي. بما انه يا سيد وندلفت عطوفة المتنفذ يعني فاتح بابه لكل الناس، وانا يشهد الله واحد من هالناس، فبدي قابله لامر ضروري لا يقبلش التأجيل يعني. ايه اهلا وسهلا فيك يا عم. عطوفة المتنفذ مو بس فاتح بابه وشباكه وصدره للناس، لا وبيقدر وبيتفهم اوجاعهم كمان. وعلنا حبيبي علنا. قرب ولك ركان، قرب. هلق صار لازم ترشرش يا ابو اسعد، بس بركي هالامين ما طلعش امين. لازم رشرش على المتنفذ شخصيا، وغير هايك بيكون حكي فاضي. روح ولك. ابدو انتو بالاجتماع خلال نص ساعة. أمرك أستاذ، تمرون خدمة ثانية. سلامتك يعطيك العافية. أهلين أخي المواطن، شو مشكلتك؟ قل لي بسرعة وباختصار لو سمحت. قصتي قصة يا عطوفة المتنفذ، مش عارفان منين بدي أبدأ. ابدأ من وين ما بدك بس باختصار. إيه حاضر 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 يا سيدي. الموضوع بيتعلق ببنتي. ألو. أهلين أبو أكرم، الله يعافيك. شو الأخبار؟ طلع لنا معارضة على إنشاء المعمل؟ وشو حجتهم هدول بقى؟
تلوث بيئة، يبلطوا الزرقاء، المعمل بده يستمر وبده يمشي. ما تشغل بالك، خلص خلص الموضوع عندي. خلص قلنا لك المسا بنحكيه. ماشي، الله معك، مع السلامة. باختصار شديد لو سمحت. يا سيدي، بنتي صار لها 4 سنين متخرجة من الجامعة أدب عربي، وصار لها قاعده بالبيت من هذاك الوقت، وقدمت ل4 مسابقات ونجحت بس ما تعينتش. والمطلوب؟ يعني المطلوب انها تتعين معلمة مدرسة مثلها مثل غيرها. يعني مش معقول تدرس وتتعذب بعدين تقعد بالبيت مثل قفة الهم. ما بيجوز هالشي. مظبوط، ما بيجوز. خلاص عمل لي طلب بهالشي. طلب موجود. يلا خلاص ماشي. يعني فيني اعتبر انه الموضوع محلول و يعني خلاص؟ خلاص تكرم عينك، قول ان شاء الله. مش هلق صار وقت الرشرش يا ركان؟ لازم نرشرش المسألة، بدهاش وقفة. شو عم تقول؟ تفضل يا مولانا، أفيش شي من قيمتك يعني؟ شو ها؟ لا تأخذناش يا سيدنا حق فنجان قهوة. لك العمى ضربك، لك انت ما تستعملك وقع لهالدرجة؟ عم ترشيني؟ عم تعطيني فنجان قهوة؟ ولك أنا بسقيك وبصدعتك كلمة فنجان قهوة ولك؟ لا لا نعم يا سيدي، فهمت عليك انت تماما. خلص رفك ولا لا؟ قسما بالله إذا بتعيدها مرة تانية حطك بالسجن. لا أبعدهاش. حرك! خلص. ليه الأدب؟ العمى؟ هل عم يرشيني ها؟ أهلاً أبو أسعد، ها طمني، قمحة ولا شعيرة؟ لا والله، شوال تبن، الله لا يوفق عدوينك يا أبو رياض. شو هالحكي يا أبو أسعد؟ يعني لولا هالمتنفذ ما يكون ابن حلال كنت هلق منقوع بالسجن. لا تقوله يا أبو أسعد. بس مش الحق عليك، الحق علي أنا يلي سمعت كلامك. قال رشرش حبك يا جميل، قال صحيح. تذكرت شلون هذا الشخص الغبي اللي فات عندي من شوي، لك كيف بيعطينا المصاري هيك؟ عينك انت، عينك كيف بتجرأ؟ انت قلتوا سيدي غبي. اسمع يا امين، الله يرضى عليك، مره ثانيه ما بدي حدا يفوت لعنده يعمل نفس الفصل، بيحط له بيطلع من خاطره بالصندوق وبيفوت بعدين. ماشي. حاضر استاذ. حلو الفراطه. شريف اصلا مدياتك، الله يسلمك. مناح اليوم. عين شيك، ايدك هيشيك ب10 ملايين دي، راح احطه برصيدي، ومشكلة صاحبه تحل له اياها على السريع. امرك سيدي. شيك، لك وين الظرف؟ انا الظرف سيدنا. لك الظرف يلي اعطاني اياه المحاسب عاطف في راتبي حطيته هون. دوروا استاذ. لسه بيقول لي دوروا، ادورت ما لقيت شيء. على مهلكم سيدو، هدوا اعصابكم، دوروا على مهلكم، العجلة من الشيطان. لا قوة الا بالله، الله يجزيك يا شيطان، لك وين راح؟ غريبة، لك ليكون انسرق. سيدي، مين بده يتجرأ يسرق راتب عطوفة المتنفس؟ لك دخل وينه؟ الله يوفقكم، استهدوا بالرحمن، دوروا على مهلكم. العمى ولا مصيبة، يعني كل شيء يضيع الا راتبكم سيدي. لحظة، أكيد هذا الشخص اللي كان عندي هو اللي سرقه. معقولة سيدي؟ معقولة مواطن يسرق راتب عطوفة المتنفس؟ والله عشنا وشفنا. وبعدين يا أبو أسعد، وبعدين؟ لا قبلين ولا بعدين، خلاص بنتك جميلي بدها تظل قاعدة في البيت. فال الله ولا فالك، إلا ما نلاقي شي طريقة أو حل. احترت بأمري والله حيرني يا لطيفي، وما عم أقدر ظبطها ولا بطريقة.
وين رايح وين؟ رايح رد الألفين لهذا المشروع أبو رياض. قال رش شعبك يا جميل. قال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 20 30 40 48000 يا مسعى. 48000 ليرة ويلي حطيتهم بالظرف 10000 بس. منين اجى الباقي؟ شو بعرفني؟ السلام عليكم ابو مدحت. اهلين ابو كمال، كيف حالك؟ شلونك؟ ان شاء الله بخير. شلون الاولاد؟ الحمد لله. مرني ابو كمال. اني نزيد دوار الشمس. زيد دوار الشمس؟ ايه بدك تفوتوا على بيتك انت؟ اتركها لله يا ابو مدحت، اتركها لله. صلى ايام الزيت البلدي. الزيت البلدي ما عاد قدرتنا يا ابو مدحت، المعاش يا دوب يكفينا لعشر الشهر. على سيرة المعاش، دريت على القصة؟ شو أنو قصة؟ المعاش المتنفس ضاع. ابن عديلي بيشتغل بالمتنفسية، عبد الفتاح القاط هو اللي جاب لي هذا الخبر. شو هالحكي يا ابو مدحت؟ معقول معاش المتنفس يضيع؟ سيدي ضاع، هو يا ضاع يا انسرق، هيك عم يجيعوا بالبلد. يا الله يكون بعونه، بده يقضي على النواشف لاخر الشهر. الله يعينه. شري. السلام عليكم. وين حالة نينة؟ سجل على الدفتر، سجل. سلام. كمان. اخ ابو كمال. مثل ما بتعرفوا عطوفة المتنفس له قيادة بيضاء على غرفتنا، وقدم خدمات للصناعيين بمنطقتنا الى اول ما لاخر، وانا بشوف انه كلياتنا لازم نوقف ونتضامن مع عطوفته وفاء منا لعطاءاته التي لا تنتهي. وانا باسمكم جميعا يا جماعه بعثت برقيه تأييد لعطوفته، وعاهدت فيها بالمضي قدما مع مسيرته واعماله الخيره. والتالي هو الاهم، نحن لازم نجمع مبلغ مهم ونقدمه لعطوفته. ما بصير نتركه بهيك موقف حرج لحاله، ما بصير نتركه يتخبط بأزمته الكبيرة. يا جماعة أنا بعتبر ضياع راتب المتنفس تضحية من التضحيات الكبيرة يلي عم بيقدمها لازدهار وتطور هالبلد. بقى الله يرضى عليكم، كل واحد منكم بيقدم المبلغ اللي بيطلع من خاطره واللي بيعبر فيه عن تعاطفنا مع سيادته بهيك موقف صعب. يعطيكم العافية. لك يا ابو اسعد، يا ابو اسعد شبك من امبارح بالليل وانت مو على بعضك؟ شو القصه؟ فهمني. وك يا ام اسعد، راتب المتنفذ بجايبتي وبدك يعني كنه اهدى؟ شلون العمل؟ شو انك فايقه ورايقه؟ وك يا ام اسعد، الناس كلها عم تحكي عن ضياع راتب المتنفذ، واللي بيعرف بيعرف، ويلي ما بيعرف بيقول كف عدس. بس اللي مش قدران افهمه يا ام اسعد انه متنفذ اضرب واطرح، اجمع وقسم، طول بعرض بارتفاع، وراتبه 48000 قليل. مش قليل يا ام اسعد؟ والله قليل. على كل حال انا لازم روح ورجع فورا، ابدهاش المسألة وقفة، ابدهاش. الله يجيب العواقب سليمة يا رب. شو وصلك أمين؟ لك ما ضل حدا بالبلد إلا بعت لنا برقيات تعاطف وتضامن وتعاضد. اسمع، الغرفة التجارة وغرفة الصناعة وغرفة الزراعة، المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، اتحاد المقاولين العرب، لك حتى رابط المحاربين القدماء بعتوا لنا، وكأنه ضياع راتبي صار مناسبة وطنية مهمة بالبلد. يا رب كله قوم، وهالشيكات اللي اجت على سيدنا قوم، يا علي الحلال علي الحلال، المبالغ اللي فيها بيفتحوا بنك بحاله. تعرف يا امين، هذا سببه كله، هذا المواطن اللي اجى لعندي، سبحان الله، ربك بعته من غامض علمه. فعلا انه ابن حلال هذا الرجال. منيح يلي ما بعتنا دورية تجيبه من بيته موجودا، كنا خربنا على حالنا.
على فكرة نحن لازم نخدمه، وهذا الرجال بتذكر له معاملة عنا، لازم نحل له إياها. كأني حبيته. أيوة ديكا سيك حل له مشكلته. أمرك أستاذ. خير يا ابني شوفي. سيدي في شخص برا بده يشوفك ضروري. أمي أبي ليش تأخر كل هالقد؟ ولا يهمك أمي، هلا بيكون قاعد مع المتنفذ وعم يشربوا قهوة ويمزحوا كمان. معقولة؟ إيه لكن لك أمي لكن، أبوكي صاحب وجدان وأمين، ولو في منه عشرة بهالضيعة كنا صرنا بألف خير من الله. راتبي ضاع، شو فهمت مني؟ عم قل لك يا بني آدم راتبي ضاع، تبخر، فص بالحوداب، شو فهمت؟ بس هاي ورقة المحاسب بالظرف وفيشة الاستلام بالظرف كمان. حسبي الله ونعم الوكيل، الظاهر أنت بالزوء ما تفهم. ليش يا سيدي؟ ليش؟ حبيبي كلمتين ورد غطاهم، أنا راتبي ضاع، شبه راتبي؟ ضاع. أيوه راتبي ضاع وخلصنا، لذلك لا تأخذ وتعطي معي، هات هدول، هدول بتحطهم بجيبتك. وبتروح لعند مدير مكتبي حل لك مشكلتك يلي جيت من شانها. طيب وراتبي شنو؟ طيب ضاع ضاع. الله معك فرقني، مع السلامة. يلا خرب بيته بده يبليني. سمعان ابو حمود؟ والله يا ابو اسماعيل الشغله ما بدها وقفه بنو، اليوم المساء لازم تروح تطلب ايد جميله لابنك اسماعيل. والله انت انت بنته جميلة لأبني نعيم. شو رأيي؟ برافو عليكي، المسألة ما بدها وقفة بنو. ايه طبعا ما بدها وقفة. وشو العمل يا أبو أسعد؟ هاي جميلة صار جاية عشر عرسان، انت بدك تنقي واحد منهم. واني شو دخلني؟ خلي جميلة هي اللي تنقي. اوف 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 اوف. خيري أبو أسعد شو في؟ تيري مش بس المتنفذ يلي مضيع راتبه. لكن مي؟ في 20 مسؤول بعد مضيعين رواتبهم. شوفي شوفي الخبر براس الصفحة، المتنفذون والمسؤولون يعيشون على عطايا الأجويد. يا خطاي والله إنهم بقطعوا القلب.